بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، رواد صالون المنارة، عشاق زمن الفن الجميل، أهلا وسهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي صالون المنارة الثقافي الفني الذي أسس عام 2011. أولا نود أن نرحب بمؤسس الصالون رجل الأعمال الوطني المثقف الأستاذ الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم والسيدة حرمه، ونرحب أيضا بالسادة الضيوف الكرام من رواد ومحبي صالون المنارة في مصر وكافة الدول العربية والأجنبية اللي شرفونا لأول مرة أو من الرواد الدائمين للصالون. في البداية نوجه الشكر للإخوة محبي الصالون من المملكة العربية السعودية وخاصة سيادة اللواء طلال ملائكة والمستشار عصام مؤذن، والسادة أعضاء صالون ركن الحجاز بجدة للحفاوة البالغة التي قوبلت بها السيدة الدكتورة نادية جعمة عضو الصالون ومؤسس صالون مقامات موسيقية أثناء أدائها للعمرة، والتي تثبت دائما أن الفن الراقي هو خير سفير بين كافة الأمم والثقافات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون الراقي بيننا إن شاء الله. كما نرحب برواد وضيوف الصالون ومتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كافة الأقطار العربية والدولية الذين نسعد بتشريفهم لنا بالحضور أو المتابعة عبر الإنترنت. كما نرحب بمعالي الوزير اللواء الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق والسيد حرمه، ونرحب أيضا بالسيدة هدى السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كما نرحب بالمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والسيدة حرمه. وأيضا نرحب بالدكتور محمد أسعد، جه ولا لسه، مدام إلهام من المملكة العربية السعودية، وكافة الضيوف والحضور من رواد ومحبي زمن الفن الجميل. السيدات والسادة، ونحن نودع عام 2019 ونستقبل بعد أيام قليلة عاما جديدا، ندعو الله أن يكون عام خير وبركة على مصر وكافة الدول العربية، وأن نحقق فيه ما نتمنى، وأن يستمر تجمعنا وتآلفنا، وأن يكون عاما سعيدا إن شاء الله للجميع. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، مع فرقة صالون المنارة.
الجنود يا رب. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. ويمر بيك الزمان وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر.